صلاة تنجينا بها من جميع أحوال الآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهر لنا جميع السيئات وترحمنا بها إنك أنت الرجاء وتبلغنا بها أسوأ الغاية من جميع الحالات في الحياة والممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله رحمت الله في الدنيا وزك يا الله ربنا آتنا في الدنيا الله على سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان أبو المسعود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.